من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزال للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وسوق العملات. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سركيس. إذن لاحظنا التراجع الحاصل في مؤشر الدولار تقريبا ب1.5% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، والعديد من البيانات الاقتصادية أثرت بشكل كبير على منحنى أداء الدولار نحو المزيد من التراجع. ما هي التوقعات لتعاملات هذا الأسبوع؟ صباح الخير. بالفعل تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تداولات الأسبوع الماضي، خصوصا بعد صدور محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، والذي أكد بالفعل بأن الفدرالي قد يرفع الفائدة ب50 نقطة أساس خلال الشهرين المقبلين لمرتين متتاليتين. لكن محضر الاجتماع وضح وألمح إلى أن الفدرالي قد لا يكون مستعجل لرفع الفائدة بشكل كبير كما كانت تخشى الأسواق المالية، حيث أن بعد رفعين للفائدة ب50 نقطة أساس قد يكتفي برفع تدريجي ب25 نقطة أساس حتى تصل الفائدة إلى حوالي 2.5% مع نهاية هذه السنة، بينما الأسواق كانت تتوقع أن تصل الفائدة لأكثر من 3% مع نهاية السنة، مما سبب إعادة تسعير للدولار وانخفض مقابل سلة من العملات الرئيسية، خصوصا بعدما أظهرت العديد من البيانات الاقتصادية والتي منها بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات وقطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة تراجع في وتيرة النمو، مما قد يمنع الفدرالي بالاستعجال برفع الفائدة. أما هذا الأسبوع نحن في انتظار العديد من البيانات الاقتصادية المهمة جدا، ومن ناحية الولايات المتحدة نحن في انتظار بيانات الوظائف في القطاع الخاص، وكذلك يوم الجمعة المقبل نحن في انتظار بيانات الوظائف الرسمية من الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تظهر انخفاض معدل البطالة من 3.6% إلى 3.5%، وهذه البيانات قد يكون لها تأثير ملموس على الدولار الأمريكي الذي يعاد حاليا تسعيره مقابل سلة العملات. نعم. على أساس فوائد أقل قليلا مما كان يعتقد سابقا. نعم سركيس، هذا التراجع في مؤشر الدولار التراجع الطفيف إن صح وصفه، وأيضا لاحظنا ارتفاعات حاصلة في أداء اليورو يعني خصوصا بعد تصريحات المركز الأوروبي على لسان كريستينا لاغارد بأنها ستذهب إلى حالة من التجديد النقدي بشكل يعني ونقل الفائدة من السلبية إلى الإيجابية. هل نتوقع أيضا استمرار في ارتفاع اليورو مقابل العملات الرئيسية؟ بالفعل كما تفضلت كانت تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي واضحة مشيرة إلى أن الفائدة يجب أن تخرج من النطاق السلبي وتصبح فوق الصفر مع نهاية الربع الثالث من هذه السنة. هذه التصريحات أعطت اليورو بعض العزم الصاعد لنشهد تداوله عند الدولار وسبع سنتات أمريكية في نهاية جلسة تداولات الجمعة الماضي، مقارنة في دولار وثلاث سنتات أمريكية سابقا تحققت خلال هذه السنة. هذا يشير إلى أن اليورو أيضا يعاد تسعيره أمام الدولار وأمام العديد من العملات ليكتسب قليلا من القوة. لا نستطيع أن نقول بأن الدولار الأمريكي ضعيف، لكنه الآن يشهد بعض التراجع أمام اليورو واليورو يستفيد من ذلك، لكن أيضا في نفس الوقت في نهاية هذه السنة من المرجح أن تكون الفوائد الأوروبية أقل كثيرا من الفوائد الأمريكية، مما قد يجعل الارتفاع في اليورو نوعا ما محدود خلال هذا الأسبوع. نعم، ماذا عن العملات الآسيوية؟ يعني لاحظنا حالة التذبذبات تحديدا على الين الياباني وأيضا اليوان الصيني، حالة من التذبذب في ظل الارتفاعات الحاصلة في مؤشر الدولار مؤخرا، يعني هل نتوقع أيضا تحركات قوية لدى العملات الآسيوية؟ الآن بالنسبة للعملات الآسيوية هنالك نظرة إلى البنك المركزي الصيني وكذلك بنك اليابان المركزي، واللذان من المتوقع أن يحافظا على سياسات التحفيز لفترة مطولة من الزمن خلال هذه السنة. إن هذا التحفيز قد يبقي على الضعف الإجمالي، حيث شهدنا انخفاض ملموس على مدى هذا الشهر في اليوان الصيني وكذلك الين الياباني، رغم أن الين الياباني شهد بعض الارتفاع لكنه بقي أيضا منخفض وسط التوقعات في أن تبقى السياسات التحفيزية في البنوك المركزية في اليابان وكذلك في الصين. تداول الين الياباني عند 127 ين للدولار الأمريكي الواحد يعتبر أيضا منخفض مقارنة في مستويات العام الماضي أو بداية هذه السنة، وبالتالي قد يبقى الين الياباني
ضمن نطاق ضعيف نسبيا، خصوصا ونحن نرى حالة من الارتفاع الكبير بالثقة في أسواق الأسهم، ويقبل المتداولون إلى أسواق الأسهم التي بدأت ترتفع. الين الياباني يتأثر سلبا بارتفاع الثقة لأنه يستخدم لتزويد متاجرات تسمى المتاجرة في العائد أو كاري تريدز، وهذا ما قد يبقي الضعف الإجمالي على الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، كما أن اليوان الصيني قد يبقى ضمن نطاقات تميل نوعا ما إلى الضعف وسط توقعات إبقاء البنك المركزي الصيني أو بنك الشعب الصيني لسياسات تحفيزية خلال الفترة المقبلة. نعم سركيس، يعني أيضا لحد من التحركات القوية كان لسوق العملات تحرك الليرة التركية، تراجعات كبيرة لاحظناها خلال تعاملات هذا الشهر تحديدا بعد تثبيت أسعار الفائدة، هل نتوقع استمرار أيضا في حالة من التراجعات للليرة التركية في ظل القوة التي حظي بها مؤشر الدولار وحالة التذبذبات لديه؟ بالنسبة للليرة التركية بالفعل انخفاضات كبيرة جدا، نتكلم عن انخفاض يفوق 20% على مدى هذه السنة، انخفاض يفوق 40% العام الماضي. يوم الثلاثاء المقبل نحن في انتظار قرار البنك المركزي التركي تجاه سياساته النقدية، ومن المتوقع أن يتجاهل التضخم ويبقي على سياسته ويثبت أسعار الفائدة. التضخم في تركيا وصل قرابة 70% مما يتطلب رفع بالفائدة، لكن البنك المركزي التركي الآن ينظر إلى النمو الاقتصادي خصوصا مع التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على اقتصاد تركيا، وبالتالي توقعات إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون رفعها قد يبقي أيضا على الضعف على الليرة التركية التي شاهدناها تتداول عند 16 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، والتوقعات في أغلبها تشير إلى تثبيت الفائدة مما قد يبقي على الضعف الإجمالي للليرة التركية التي بالفعل هي بحاجة لتدخلات إن كانت سياسية أو من البنك المركزي التركي لإيقاف هذا الانخفاض. نعم محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذ سركيس نزار، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.